أنجزت حملة 100 مليون وجبة الأكبر من نوعها بالمنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة ضمن العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. أنجزت توزيع 106 ملايين وجبة من أصل 216 مليون وجبة، تستهدف توزيعها على المحتاجين من الأفراد والأسر في المجتمعات الأقل دخلا في الدول التي تغطيها عبر 4 قارات، فيما تواصل العمل على توزيع 110 ملايين وجبة متبقية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الخيرية والمنظمات الإقليمية والدولية، ولتأمين وصول الطرود الغذائية المقابلة أو القابلة للتخزين والقسائم الشرائية الذكية الفورية لمستحقي الدعم في عدد من الدول 30 التي تشملها الحملة. تعاونت مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية المنظمة للحملة مع شركائها في برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.